اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد باذن ربنا. هنعمل سلسله اسمها في السريع، هنعمل حركات بسيطه جدا وهنفك منها بابسط الطرق وبابسط الوسائل. اتفضل يا هنا. النهارده هنشرح ازاي تتخلص من حركه تكتيف الدراع. امسك دراعات الاثنين. حلو، لما حد يجي يكتف دراعاتك بالشكل ده خصوصا لو قوي، طبعا انت تقدر تضربه بس احنا مش هنضربه، احنا ناس كويسه. هنعمل ايه بقى؟ هتخلي الدراع ده بالشكل ده، الثلاث اجزاء من ده، سيب الدراع ده كده. لو شايفين الكاميرا دي، لو شايفين في الكاميرا احنا كده عاملين حركه بونج صاو اللي انا كنت بقصد بيها لكمه مستقيم. هتقولي طب احنا عاملينها ليه؟ لان ده اتصدت لكمه مستقيمه من اساسه. لما انت بتيجي تعمل كده الصوابع بتاعته بتبقى على وشك ان هي تسير، غير لما هو يعمل كده بيكون متحكم منك بنسبه 100%. نفس الحكايه لو عايز تخرج برضه من الجزء ده بتعمل البونج صاو بالشكل ده. طب انت بعد ما بتعمل البونج صاو بالشكل ده بتيجي بالجزء ده من هنا بقوه، بتنزل بالشكل ده، بعد كده بتضرب سيف يد من الجنب. اصبح دلوقتي انت ضربت سيف يد ولكمه خالص، هو كده كده هيسيب الدراع التاني. اصبح دلوقتي حركه في السريعه جدا وبسيط. الفيديو اساسا ما كملش دقيقه بس حركه مفيده جدا. امسك، يبقى لو انت عايز تفلت تقوم تحول الدراع لبوك صوت، وبعد كده بتفلت بالشكل ده وبتضرب. ليه لازم يفلت؟ لان هو بيحس بوجع في عضله الريست من هنا، وجع بسيط جدا وخفيف. لو انت عملتها بقى بكل قوتك وبسرعتك هتلاقي ان الدنيا عنده اتدمرت خالص، هتلاقي عضله الريست حس بيها بوجع رهيب جدا. ولو عملتها مع واحد عضله الريست عنده ضعيفه ممكن دراعه اساسا يحصل له كتمه، او ممكن اساسا يحصل له حاجه كبيره. فعلشان كده لما حد يجي يمسك دراعاتك بتعمل البونج صوت، وبعد كده بتروح عامل الشكل ده وبتضرب. طيب انت بتعمل الشكل ده ليه؟ علشان هو ما يطلعش لكمه، انت بتكتف دراعاته قبل ما هو يفلت من ديه، بتروح ضارب ضربه سيف يد في الرقبه. بس حاول على قد ما تقدر ما تضربهاش بكل قوتك، لان المنطقه ده خطر وممكن اساسا يرفع عليك فيها. خليك انسان كويس ومحترم. شكرا ليكم ونشوفكم في فيديوهات اقوى واقوى.